أسرار التعلم الجيد هو التركيز أثناء الشرح. هذول الطلاب اللي ما يذاكروا، نشوفه ما يذاكروا، ترى وقت الشرح هو ينفصل عن الواقع ويجلس مع الأستاذ ويفهم فهم صحيح. هذا مجرد مراجعة، المعلومة حاضرة. وقت الشرح أنت كنت أصلا تسولف فما تدري إيش قال الأستاذ. النقطة الثانية والأهم عندي إنه إحنا نعرف كيف ندخل المعلومات، نذاكر نحفظ بطرق متنوعة، بس ما نعرف كيف نخرج المعلومات. ما أجريت أي اختبار قبلي لنفسك، جربت هل المعلومة تخرج معك، هل أنت المعلومة قريبة من ذاكرتك تقدر تجيبها. مرات أنا أذاكر 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 بس ما أعرض نفسي للاختبار، لما أجي في الاختبار أول مرة في الاختبار الحقيقي تطلع معلومات ناقصة مش كاملة. لكن لو جربت تختبر نفسك قبلها بيوم مرتين ثلاثة ورجعت مرة ثانية راجعت وليش ما طلعت المعلومة، فتجد أنه تجربتك لاستخراج المعلومة لما تجي الاختبار ولا المعلومة حاضرة ذهنية مجرد تشوف السؤال ولا المعلومة على طول جاية كاملة.